السلام عليك، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة Elden Ring. كثير من الشباب تهوروا في بداية اللعبة وحبوا يجربون قدراتهم على NPC وقتلوا كذا واحد، وبعدين انصدموا من فائدة NPC هذا. فاليوم راح اجيب لكم طريقة وشلون ترجعونهم للعبة، بس مرة ثانية لا تلقفون. انا عشان اثبت الموضوع خلنا بنصقع الاخت الفاضلة هذه. ما تموت هذه ولا ايش وضعها؟ ساحرة unfortunate، على اساس انها ماتت يا اخوان، اعتبروها انها ماتت. ترى ما بتظهر كمثال هذا لأن جنبها الريست بوينت هذا، فهي مديني أرجع شيك. طيب بعد ما قتلناها مطلوب منك آيتم واحد اللي هو الديو. تجيب لها ديو أحرفيه، تجيب ديو وتنحل المشكلة. لكن الديو هذا نادر يا إخوان، ما هو من أقرب بقالة. تشوفون الشجرة هذه، خلنا أدلكم تمام عشان أحد يغصني بالكومنت كالعادة. هذه الشجرة يا إخوان معروف مكانها، تنزل منها بتحصل هذه الدائرة. أنا بجي هنا وبنزل من الطريق هذا. شو اخوان، بحط لكم صورة الايتم. اذا عندكم الايتم يمديكم تيجون هنا، باختصر لكم السالفة. كلم هذه اللي موجودة هنا، لكن اللي ما عنده الايتم يتصبر. منها تعرفون المكان السري، ومنها تحصلون اثنين من هذا الايتم. طبعا نزلت مقطع انا قبل شوي ردا على اسئلتكم كلها اللي جتني بخصوص الفارمنج، اللي نزلت مقطعين عنه. فارمنج الطير اللي يعطيك 20,000 واللي جنبه اللي تجمع منهم 3,000,000 في الساعة. فاذا كانت عندك اي مشكلة بالطريقة شوف المقطع هذا اللي نزلته بالتفصيل، وباذن الله راح يضبط معاك الفارم. الليل هذا وش يسوي هنا؟ هذا اللي ما حسبنا حسابه، هذا اللي ما حسبنا حسابه. انا اقدر عليه يا اخوان، بس ابرويكم الطريقة انه يمديكم تسحبون عليه ولا لا. سحبته شوي بعيد وباذن الله انه يمديني، لان فيه زي اللفت في هذا المكان. الليل 17,000 رونز تروح يعني كذا من الطناخة والله من الفارم هذاك. طيب صرفنا الرونز والحين نتوجه الى المكان. ضروري انك تركز لان في اكثر من لفة في نفس المكان، والنمل هذا المسوين لي نايم ويباك تقرب وينط عليك. هذا اخوينا داخل شكله جالس يدور على ايتم. شوف هنا فيه يمين يسار، عندك انتبه انك تاخذ يسار وبعدين ترقى فوق الصخور هذه. شوف مجرد ما وصلت عند التمثال انت وصلت للمكان يا عزيزي. كل عليك انك تضبط النطة هنا وبعدين تقول بسم الله. هذا هو الايتم، وجاك الديو كليستيال ديو. المهم انه ديو، انا متأكد ان اللي حط الاسم هذا يحب الديو. هذه فيه طريقة ثانية بس يمديك تشتري الايتم، وفيه ايتمات ثانية من نفس المكان. ايون السلام عليكم، خلي لك شوية استمنة عشان تسوي دوج في هالمكان. بتيجي هنا بتحصل التاجر الطيب هذا، وفيه ماب أنيريس أي كاستمر جايب لك زباين يا شباب. يوم تجون عنده يقولوا من طرف. شوفوا هذا الخوذة حق البريزنر يمديك تحصلها من هنا، واللبس حق البريزنر حتى لو ما كنت بشخصية بريزنر يعني. وعندك الكوكي بيك هذا انصحكم تشترونه. فضبط وضعك يعني، تعال هذا المكان معك 7500 إذا تريد ديو ثاني. بس هذا الايتمات اللي عنده، امشي لكم اياها بشوي شوي حق البريزنر. وبعدين هذا يبالها ننزل مقطع ثاني كيف تلقى اللبس حق البريزنر. المهم هذا الماب فتح عندنا اللي هو عشان يدليك تستكشف في هذه المنطقة. نضغط R3 عشان يرجعني للماب الثاني، اسوي فاست ترافل. طبعا انا قبل شوي جيت لهالمنطقة وبعدين مشيت كل هالطريق ودخلت هنا. شوفوا الحين وين انا، مشينا كل هذا من تحت الارض. فلا تنسون زر R3 اللي يحول لك المكان. ترجع عند تشيرش اوف فول في نفس المكان اللي اخذت منه الايتم، فوقه تلقى التشيرش اوف فوز. تيجي عند هذا السلام عليكم وتعطيه مثلث يس. ارجوك قتلتها بالغلط، بس قولوا له من طرف وانتد اموركم طيب. الحين بنرجع نشيك. تخيلوا اتفلسف كل هالمقطع واخر الحمد لله. تخيل مش موجودة، بس كنسل المقطع يا ولد كنسل المقطع. وبس يا شباب اتمنى المقطع فاد احد فيكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك اذا ما كنتم مشتركين، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاي. السلام عليكم.